استأنفت الناقلة الوطنية الإماراتية والسعودية رحلاتها المجدولة بين البلدين الشقيقين بالتزامن مع الاحتفالات المباركة للمملكة العربية السعودية الشقيقة باليوم الوطني السعودي 90 الذي يصادف اليوم 23 من سبتمبر الجاري. واستأنفت شركة الطيران الوطنية السعودية خدمتها يوم الأحد الفائت بما يصل إلى 5 رحلات يومية للربط بين دبي والرياض وجدة والدمام. تشارك دولة الإمارات المملكة العربية السعودية احتفالاتها باليوم الوطني السعودي 90 الذي يصادف 23 من سبتمبر، وتجسد هذه المشاركة الرسمية والشعبية فاحتفالات المملكة تحت شعار معا أبدا تجسد عمق العلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين. في هذه الفقرة نستعرض لكم جانبا من هذه العلاقات. أهلا بكم. هي أكثر من وحدة جغرافية وتاريخ عريق يربط بين البلدين. العلاقات السعودية الإماراتية تاريخ ماض وحاضر ومستقبل مشترك. علاقات تثمر يوما بعد الآخر نجاحات وإنجازات فارقة في مختلف المجالات. توطدت العلاقات التاريخية بين المملكة والإمارات بفضل جهود المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود طيب الله ثراهما، اللذين حرصا على خلق نهج التنسيق والتعاون المستمر بين البلدين. ومع الأعوام ترسخت العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه، والمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، لتنقل مفهوم التعاون الثنائي بين دول الجوار إلى الشراكة الاستراتيجية الكاملة. ففي السياسة والاقتصاد والحياة الاجتماعية والأمنية والدفاعية هما العضد الواحد مهما تبادلت الأدوار. واليوم ونحن نقف احتفالا باليوم الوطني السعودي 90 لتأسيس المملكة يمضي التعاون الاستراتيجي السعودي الإماراتي إلى أهدافه الكبرى وغاياته بوتيرة عمل متسارعة. ففي عام 2014 شكلت اللجنة العليا المشتركة بين دولة الإمارات والسعودية لتتخذ العلاقات الإماراتية السعودية أبعاداً جديدة على مستويات كافة، إذ تولت اللجنة تنفيذ الرؤى الاستراتيجية لقيادتي البلدين بهدف مواجهة التحديات في المنطقة وتعزيز العلاقات السياسية والعسكرية والتجارية. وفي عام 2016 وقع البلدان على اتفاقية إنشاء مجلس تنسيقي بهدف التشاور والتنسيق في الأمور والمواضيع ذات الاهتمام المشترك في المجالات كافة. وفي يونيو 2018 رفعت دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية مستوى العلاقات الثنائية، حيث اشتملت على رؤية مشتركة للتكامل اقتصاديا وتنمويا وعسكريا. وبلغة الأرقام نجد 44 مشروعا استراتيجيا مشتركا ضمن استراتيجية العزم التي عمل عليها 350 مسؤولا من 139 جهة حكومية وسيادية وعسكرية. وقطع البلدان خلال السنوات القليلة الماضية قفزات نوعية في توطيد علاقات الأخوة، تحديدا عندما امتزجت دماء الأبطال السعوديين والإماراتيين في حرب اليمن عاصفة الحزم دفاعا عن الشرعية، وتمكنوا من الضرب بيد من حديد على أيدي الإرهاب والتطرف وكل من تسول له نفسه ذات زعزعة الاستقرار والأمن في دول الخليج. أما عن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين فهي كذلك أنموذج استثنائي وثري بالتعاون، حيث تعد السعودية الشريك التجاري الأول عربيا والثالث عالميا لدولة الإمارات، وتستحوذ على نحو 7% من تجارة الإمارات غير النفطية مع العالم، بجانب نمو واضح في حجم المشروعات الإماراتية السعودية الاستثمارية، حيث يبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين أكثر من 113 مليار درهم وهو الأعلى بين دول التعاون. ويمتلك البلدان أكبر اقتصاديين عربيين، كما أنهما يعدان من أهم الدول العشر المصدرة عالمياً. واستحوذت الإمارات والسعودية معاً
على ثلثي الصادرات العربية من السلع غير النفطية إلى العالم خلال عام 2018، وتحتلان المركز السادس عالمياً من حيث الصادرات السلعية إجمالاً. ليخطو هذان البلدان نحو تحقيق مزيد من الإنجازات والتأكيد على وحدة الصف السعودي الإماراتي والتلاحم بين أبناء شعبي البلدين، وهو ما رصدته كاميرا أخبار الدار خلال تجوالها في المملكة. الوطن السعودي يومنا ويوم الإمارات واحد، ويعتبر عيد من أعياد المملكة العربية السعودية، وهو تاريخ تأسيس المملكة العربية السعودية. الشعب الإماراتي من يعني أقرب الشعوب على الشعب السعودي، وإحنا وياهم إخوان وأهل. نقول قبل نقول شعب نقول إخوان، إحنا طبعا أخوة والحمد لله متكاتفين، والله يديم هذه الأخوة. السعودي والإماراتي ما يحتاج، قالها صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، السعودي إماراتي والإماراتي السعودي. العلاقة علاقة أخوية منذ القدم وللأزل إن شاء الله. الشعب السعودي والإماراتي شعب واحد. والعلاقة بين الشعب السعودي والإماراتي شاق، علاقة أخوية ومحبة بالأساس بين الشعبين وبالقيادتين، وأتمنى إن شاء الله المزيد والازدهار للبلدين. وفي أرض الدولة كذلك الصورة لم تكن مغايرة، لتمتد المشاعر من قلوب لتنبض عشقا وتردد الحناجر أجمل العبارات في حب السعودية. العلاقة الإماراتية السعودية أكبر من يوم وطني فقط، نحن نحتفل بياهم حب خالص مننا نحن كإماراتيين سعوديين والعكس. الإمارات والسعودية علاقات منذ الأزل، وإن شاء الله بتستمر معا وأبدا عيدنا واحد. كل عام والمملكة العربية السعودية وحكامها وشعبها بخير للأبد. أتمنى إن شاء الله دوم العلاقة اللي بين الإمارات والسعودية حكومة وشعبا وقيادة تكون على أحسن حال، ومن تميز إلى تميز إن شاء الله للبلدين. ليكون هذا اليوم الوطني السعودي مناسبة عزيزة على قلوبنا، ويكون شعار معا أبدا أبلغ تعبير يعكس قوة ومتانة العلاقات الإماراتية السعودية المتطابقة في الرؤى والأهداف في ظل تناغم واضح بين البلدين والشعبين. إذن وللحديث أكثر عن هذه العلاقة الوطيدة بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات، يسعدنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف سعادة أحمد الطنيجي نائب سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة العربية السعودية. مرحبا بك بداية سعادتك، لنبدأ مع عبارة معا أبدا. حدثنا عن هذه الروح الوحدوية التي يتحلى بها كلا الجانبين الإماراتي والسعودي. أولا يا مرحبا فيكم بهاي المناسبة العزيزة على قلوبنا، هي اليوم الوطني 90 للمملكة العربية السعودية الشقيقة. هاي العبارة التي اتخذت شعارا تأتي في إطار العلاقات المتميزة والاستثنائية التي ترتبط بها دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. مثل ما سمعنا من قياداتنا الرشيدة حفظهم الله، أن السعودي إماراتي والإماراتي سعودي، وهذا حقيقة شاهدناها في وقوف البلدين إلى جانبهم البعض في أحلك الظروف، وهو دليل صادق على صدق المشاعر لأكدتها الأفعال. نعم، بالعادة سعادتكم تكون البعثة الدبلوماسية لتوطيد العلاقات بين الدول، ولكن في التجربة الإماراتية السعودية العلاقات لها طابع مميز، حدثنا عن جذورها التاريخية. هاي العلاقات تميزت على مدى سنوات ومراحلها بالتقارب بين البلدين كقيادة وشعب، بالعمل المشترك، بالتلاحم والإخاء. حقيقة هي علاقة متميزة ونموذج طيب للعمل الجاد والدؤوب، للعمل الطموح، للعمل الإيجابي، ليعود بالمنفعة والخير على الشعبين الشقيقين.
طيب حدثنا عن الجهود الإماراتية السعودية المكثفة وأيضا التنسيق المشترك لمكافحة وباء كورونا، وما هي الإجراءات المتبعة أيضا على الحدود بين البلدين؟ هناك تنسيق ما بين الجهات سواء في وزارة الصحة السعودية ووزارة الصحة الإماراتية، هناك تبادل أفكار، تبادل معلومات، وضع خطط مناسبة للحد من انتشار الأزمة، وضع رؤية مشتركة لاحتواء هذا الوباء. هناك إجراءات تتبع الجهات في المملكة عند دخول المواطنين الإماراتيين إليها، وكذلك الأخوة السعوديين اللي يحبون راغبين بدخول الدولة، كذلك هناك إجراءات من الجهات المعنية. لكن هاي الإجراءات لازم الكل يعرف أنها تصب في السلامة وصحة الناس. نعم، في الختام ما هي رسالتكم للقيادة والشعب في المملكة العربية السعودية بهذا اليوم الوطني السعودي؟ أولا أود أن أرفع أسماءية التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله، وإلى مقام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد، وإلى الحكومة الرشيدة وإلى الشعب السعودي الشقيق، ونقولهم إن أنتم إخواننا السراء والضراء، عزكم عزنا، نتمنى للمملكة مزيد من التقدم والازدهار والأمن والأمان في ظل هذه القيادة الرشيدة. إذن سعادة أحمد الطنيجي نائب سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة العربية السعودية، شكرا جزيلا لكم.